نحييكم عبر شاشة التلفزيون لبنان ورح كون معكم بحلقة جديدة من حلقات مأكول. هانا أهلا وسهلا فيكي ست سامية. أهلا شيف، ينعاد عليك. الحمد لله وعليك بالصحة والعافية، ومن قلوب رمضان كريم. رمضان كريم على الجميع يا رب، وكمان ينعاد علي يوم بعيد الفطر إن شاء الله. السعيد اللي جاي نحن نكون عيدنا إن شاء الله معهم بالصحة والسلامة. والست سامية اليوم بما أنه آخر حلقة بهالشهر الفضيل ليجي العيد، اختارت لكم للعيد تساووا البرياني، برياني أكلة خليجية طيبة، وراح أشوفك سوا. وأنا اخترت لكم الشعيبيات، هيك تاكلوا عند الست سامية وبتتحلوا عندي. إن شاء الله بينعاد على الجميع يا رب. مرسي وعليك. أول شيء البرياني. البرياني أكلة طيبة كتير وبتتساوى بعدة طرق. فينا نسويها باللحم، فينا نسويها بالدجاج، فينا نسويها بالسمك، وفينا نسويها بالبيض. ايه ربي عزي، بس يلا ماشي اضرب حطه بهيدا. اوكي تنلبس كفوف، ما بيأثر بالاول، بعدين بتحطي كفوف، بالاول بنحرك. يلا هلا حطي الزبده، هون انا رح اغسل الرز الوقت لينتقع معي. وأرز البرياني بيكون إجمالا بسمتي، ما عنده بسمتي بيستعمل حبة طويلة. توابل أكتار البسمتي، مشان هيك ملاقيين الطاولة مليانة. نحن مليان قلوبنا فرح لإلكم. منبلش بالبصل بالأول. نفرم جوانح. هلا البصل صار على الآخر القديم، والجديد بعده في الضلع يهري شوي صغير. يلا بنعزمي حطيهم. بنكمل البصل، هي منطقة الخليج شايف كتير مشهورة بالأكلة وبالعراق، وأغلب البلدان العربية صارت تطبخها، بس هي أصولها هندية. أساس هندي، ما أكثر أكلات الخليج من صح من الهند. ميرسي. بنحركهم بهالوقت. أنا بقطع الثوم. الثوم ما بتاخذ كثير، شوي هلا فيها زنجبيل. اللوم كثير مهم فيها، عود القرفه، كراوية، الكمون، الكركم، الزنجبيل، بهار الأسود الحلو، القرفة الناعمة، والبابريكا. بهارات يعني فيها أكثر من 10 أنواع توابل. هي طيابتها بالبهارات والتوابل. والسكر صح نحطه معاه؟ لا هيدا للحلو. هيدا الحلو رحمك ما عم نحطه. لا يا شيف هيدا للحلو. مين بيعرف؟ بركي في ناس بلا صرنا بعدين بدنا نسوي مربى البصل ان شاء الله. انا بيعرف. انا عملت عملت مربى البصل. عملت مربى البصل ان شاء الله يتقدم مع البط شيف.
بهالوقت انا يحساوي القشطة بنحط الجاي الشيف ولا البندورة بدهم شوي بعد نتفة صغيرة انتبهوا انا القشطة منشان الشعيبيات بدي 600 جرام يعني تقريبا نص لتر فيي احط معها خبز طري حبتين فيي ما احط سكر شوي صغيرة ملعقتين كبار نشاء الذرة كمان ملعقتين كبار ونص وهيدي كمية الحليب لإله أما بدي أعملها مكثف أنا يعني أفرجيكم هاي الحليب وهذا صار حليب فينا هاود ندوبهم كمان بنص لتر حليب بس يغلو بحط لهم ثلاث ملاعق خل بقرشه بجيب مصفاية وبشيلهم بالمصفاية وبرجع بحطهم فوق القشطة وفي بلا ما اتعذب هاي الطريقه واجوي تناجر هول حليبات دغري مره تانية بضيفهم عليهم يعني بكثفهم قشطه سميكه فرد مره تطلع سميكه فرد مره يعني دوبل حطيت حليب بس لنرجع نوضح يلا منحط الدجاج نزل كيلو الفخاد نزل صار 57 نزل شوي صار عندي حليب مكثف هون دوبل حليب حاطي يعني انا لللتر بدي 150 جرام انا حاطت هون لللتر 300 جرام طلعت قشطة مكثفة بحطها بغليها على النار نفرم البندورة مربعات شاريه اليوم كيلو بندورة 35,000 اليوم صحيح نقطعهم مربعات صغيرة نقوي شوي النار ليتقلب دجاج وقلنا فينا نسويها على لحم ضاني على لحم بقر او سمك نقطة خضرة فيك مش هيك؟ ايه من ايدي ما بيأثر هل تطلع له بياخد جايزة
هلا منضيف اللومي، عود القرفي، الكراوية، نحرقهم. وهي صارت القشطة جاهزة ودوب الدسم. سخنة سخنة ما كتير. نعملهم شوي هيك بتخف الهبلة منهم وريحة المسكي والفانيليا طالعة. نقدر نضفلهم؟ نقدر نحط لهم شقفة زبدة شايف؟ فينا. برافو. أعطيني شوية مظاهر من عندك وأنا عندي نتفة موارد. حطي شوي صغيرة. يسلم. هاي مظاهر من يا ماما. هي مظاهر من يا ماما. وما ورد من يا ماما. هم نخلطهم. هي معنى كلمة برياني شيف محمر أو مقلي، أصولا من الهند هيدي الأكلة. محمر أو مقلي. محمر أو مقلي، وفي ناس كتير بتحط معه بيض مسلوق بدال بروتين لحم أو دجاج. هلا بقى نشتغل بالقطايف. هلا فينا نستعجل اكثر اذا بدنا نخليهم يبردوا. هي بقى ترجع تفوت على الفرن ما بيأثر. عجينة الشعيبيات هي عجينة البقلاوة، بتكون مقصوصة بهالشكل. كل تقريبا شي ست طوق نعملهم هيك وبدنا نعملها هيك على بعضها، يعني بنحشيها. نحط زيت بالصينيه شيف؟ بنحطهم هون؟ لا، بعدين بنحط سمن عليهم. سمن وزيت. ايه اجت جنبي شوي مش مقصوصين مزبوط. وبنحطها هيك. هيدي مقصوصة أحلى. بعد شيف؟ لا، بدي النص، قسمة النص بالنص تقريبا. لا يعني أقل شوي. هيدول أقل. إيه، نشيل منهم شوي. حطيها فيها. هو هيك ما بينكبشي. ما بينكبشي، خلص. للناس يلي تنقطع عندهم الكهرباء الساعة 4، انتو اي ساعة تنقطع؟ نحن 2:30 وقت البرنامج. على البرنامج تغري. طيب كنا نحضره بس هلا حرمونا. الساعة 4 منشان نشوفوا المقادير، بنشوف المقادير عبر شاشة التلفزيون لبنان. خلصناهم. هلا بكون عندنا زيت من العجينة بنحطهم بالفريزر. بيهدوا 7 أشهر 8 أشهر مسؤوليتي بالفريزر.
شو بدي اعمل هلا؟ بدي بلش قلي الكاجو والفستق بالاول لاستعمل زيتهم هون. ايوه مشان نعلمهم انه بيستعملوا الزيت توفير توفير. بنحط زيت يلا فيك يا زبدك تحطي الرز يلا ما صفيت اتصل انا مصفي لك انا بصفي ولو البرياني بدي بك تسويها نحن علينا نساعدك ست سامية نحن من بعدك شايف نرجع نغطيها أول شيء قوي جيب مصفاية يلا يا حنحط الشعيبيات بالفرن ونشرح الأرنب يلا أكل لحم أرانب أكيد طيب ايه أكلته بمعسكر للصاعقة كان عنا تدريب طيب لحمه هون أي شيء فيك تحطه على الوش كاجو لوز فستق سوداني صنوبر إذا بدكم فستق الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه الحمد لله في النار يلا وزعيهم على الكل طيب يلا يلا نسلقهم ونحطهم بواي هيك بنكون استعملنا زيت اللوز او الكاجو بإشياء تاني هلا منضيف عليها إما سمنة أو زيت وأنا صريح بتاخد وما حدا ينقص مش عم نشيل عنهم الزايد منضيف عليهم القطر يا ما نعذبك بالفرن يلا هلا بنساوي القطر حطينا المي نحط سكر كبايتين نحط معهم كباية مي عاير بهيدي الشهر عايرة منيح يلا خلص كل ستات البيوت هيك لازم يكونوا مثل الست سامية خليك يا العيار اللي نستعمله للسكر نص ماي اكيد طيطلع قطر تمام بنحركهم هلا فينا نعمل شغلة او يلا خليهم بالفرن احسن بيقولوا عم نشتغل على مرتين
هون شو صار عم يغلو؟ ايه بلشوا يغلو شيف. يلا انا كفوف ما اشبت، يلا انت بتكلم. خلص الأرنب. أول شيء إذا بدك تذبحوا الأرنب أنتوا بالبيت، بينذبح أول شيء بينكمش، بينضرب ضربة على راسه بمدقة الثوم ليدوخ شوي وبينذبح. بعدين بصفي دمه، تفتحه من هون على إيدي من حد رقبته شوي صغيرة، بتزمطوا أول إيد وتاني إيد، بتلقطوا بتشدوا في شد كله بيصلخ للآخر جلده. آخر شيء على الإجرين من كعبه نتف صغيرة بينشال، وجلد الأرنب فينا نصوبنه، نفتح ونصوبنه، نجيب قصب على أطول من جلد الأرنب بخمسة سنتي، منشكه بهاي الميلة وبهاي الميلة، منبعدهم عن بعضهم، بيفركوا بالملح الخشن وبحطوا بالشمس حوالي 25 يوم. بعدين بصوبنه وبصير فيي استعمله لأي شيء بدي إياه كفرو. نرجع للأرنب منجوفه، منشيل منه القمصارين والمعدة منكبهم، القلب والسودة والفشة والثورة بتطلع كبيرة منشيلهم على جنب، منقليهم ومنكلهم مع الحامض. الأرنب منقطعه 8 قطع أو 10 قطع، لحتى الراس منحطه معه أو 11 قطع. بجيب بصل بقطعه شرحات، بجيب قطع الأرنب ملحهم ببهرهم، بحط معهم شوية زيت وبنحطهم بالصينية ونفوتهم على الفرن، والصينية تكون شوي غميقة لتساع. بحط معهم كمان ورقة غار وعود قرفة، وبتركهم حوالي 3 أرباع الساعة ليحملوا. برجع بطلعهم، ضيف معهم قطع جزر، ضيف معهم قطع بطاطا، وهون كتر بطاطا، جزر شو نص كيلو، بطاطا شو كيلو. برجع بغمرهم بالماء وبرجع بفوت الأرنب مع البطاطا والجزر على الفرن والبصل، بتركهم حوالي كلهم سوا الوقت ساعة ونص. بحط لهم ملح، بهار أبيض، بحط معهم عرق اكليل الجبل، عرق زعتر، وبيطلع معنا اطيب ارنب مع البطاطا والجزر. تكرم عينيك واهلا وسهلا فيك. هي بلش يغلي شيف. ومناخذ اتصال. الو الو، بونجور. بونجورين، يعطيك العافيه شيف انطوان. الله يعافيك، اهلا وسهلا فيك. ميرسي كلك. بس بدي اسال، انا بيتي بعيد عن اللحام وبجيب كميه بحطهم بالفريزر، عندي فريزر جوارير للحمه، قد ايه بتضايق بقى الفريزر لاستعملها شيف انطوان؟ بس اول سؤال هيدا. لنكمل على اول سؤال. ايه اللحمه اللي عم تجيبيها من عند لحام او سوبر ماركت؟ لا لا لا، من عند لحام، ما بستعمل سوبر ماركت ابدا للحم. 7-8 أشهر بتهدي اللحم. 7-8 أشهر؟ خي طمنت، الله يطمنك، عم ينشغل بالي لانه ما ينشغل. ميرسي كثير. بس بدي اسال كمان، انا سالتك هذيك المره عن الثوم، قلت لي حطيهم بالفريزر. بتحطيهم بصينيه بالاول؟ بصينيه 4 ساعات قلت لي. ايه 4-5 ساعات، بعدين بتعبيهم بكيس او بمرتبان وبالفريزر. ايه بقلب المرتبان بحطهم؟ او كيس مثل ما بدك. او كيس؟ نعم. يعني انا من يومين كنت بدي اتصل، ضليت اتصل مع ابو شفيق لاحكيك وما ضبطت معي. ميرسي كثير. كنا على برنامج الال بي سي مع ابو شفيق، مزبوط. ايه بالليل. أطوان بالنسبه للبحه، معلش، الماما كان الله يرحمها تحط لنا، بس يبقى صوتنا، بذر الكتان
ويحطوا لنا لوز بقشره وسكر نبات يغلوا لنا اياهم. جرب هالوصفه معي. رح نجربها يلا. كل لك ذوق يا عم. ميرسي. انا بشكرك انا بشكرك عم حبتك. ميرسي لك. غلوشه بلش. يلا حطي له شويه عصير حامض وخلص. يلا نطفي النار. اوكي. نحركهم حركي حركيهم. تذوبين بهاي او بهاي بدي كيف تذوبين. حطيت مي هون شايف. كلم شيف كلم شيف. يلا هالقد؟ نعم. حطي بعد شوي. انا بحب الكركم. حلو. عليكم ايدياتك اليوم. يخليك يا رب. هو عم تذوب ست ساميه الكركم مش هلا يحضيفوا للرز. رح نقول لكم ايمتي رح نتوقف مع محطه اعلامي ومتابع حلقتنا عبر شاشه تلفزيون لبنان. بحلقتنا عبر شاشه تلفزيون لبنان. هلا بعد عنا الكزبرة، بعد عنا الكركم أو العقدة الصفراء يلي هي بدها تعطيها اللونين تفرق الألوان عن بعضها، بس ما منحطها إلا وقت الرز ببين معنا لفوق. بينشف بينشف. بلش الرز البسمتي أو الحبة الطويلة بياخد وقت أكتر من المصري. هو أطيب بالحبة الطويلة. إيه أطيب. هاو بيتذوبوا بمي فاترة. شوفوا كيف صاروا. هلا في ناس كمان بتحط صبغة، في بحطوا صبغة صبغة غذائية، صبغة خضراء غذائية. هي الأصول زعفران شيف مثل ما أنت قلت. ايه؟ وشوية ورص. هلا الزعفران هو بيلون مزبوط. صح. القصدي بس أكيد مش ايه؟ المغشوش. ايه؟ مش العصفر، لما العصفر هو قريب له. صحيح بيعطي نفس النتيجة مع الورص مع الأكلة. بعدين في شغلة كتير مهمة هلا بالأخير بدنا نضيف عليه مزهر ونسكر عليه. صحيح. كمان برا شو بيعملوا لحتى الهبلة ما تطلع ما تطلع بيسكروها مزبوط. صحيح. بكلينك فيلم أو بفوطة. صحيح. مبلولة مي من شان المزهر ما يطلع لبرا ريحته، تضل الريحة بالرز. مزبوط. والأهالي الجنوب عندنا بلبنان تطلع عندهم المزهر بيعملوا، إذا بيجيبوا شوية ورق. صحيح. بحطوهم فيها بكاسة. أكيد. بحطوها على وجهة بتطلع معه. صحيح. هي بنلاقي حل، يعني انا بعطيكم حل. مثلا اهالي مغدوشه مشهورين بالقلب بيجيبوا كاسه مثل هاي تتحمل الحراره او اصغر شوي، بحطوا فيه بحطوا ست سبع زهرات بس. صحيح. بحطوها هون طبيعي ونكهته ايه؟ طيبه بتطلع. ما بدها شيء بالطنجره ويسكروا عليها. صحيح. بتعطي الريحه نفس الريحه. هي الفكره انه الواحد يغير شوي من هالروتين اللي كل يوم بنطبخه. ايه. نستغل الأعياد لحتى نعمل إشياء جديدة. إشياء الأعياد. جديدة إشياء طيبة. حلوين الأطراف طبعا. حلوين. سلم إيديك. أنتي عملتي. سلم إيديك. هون عنا كمان ماشي حيلهم شي مرتب. هلا في عنا كمان قشطه تنشال بسموها الزهره او الملكه، وهي بنحطها هون حليب. كل ما كان الوعي فايش صح بيكون مساحه أحنا. اكبر مساحه اكبر بتشيل. بحطوا الحليب ويتركوه على نار وسط. بيكون مغلي شيف اول ولا بدون غلي؟ بدون غلي. بدون غلي. بصير يطلع شوي 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 مثل يجمع وقت بدها تشتي. كيف بيصير هالغيم الكثيف؟ اشوي اشوي. هون بيعمل اشوي. كل ما طلعت الاشوي ما بدنا نشيلها ونجمعها. برافو. وبنحطها بمقليه او وعي ثاني نظيف، بنحركها ملعقه خشب شوي لتخف ميتها وبتطلع معنا. وهيدي اطيب نوع قشطه بتكون بالفعل. صح. مزبوط. اغلى مكلف كليه 140,000 اليوم 150,000. طيبه كثير. بس اذا بتجي لإلي رايي انا من انواع القشطه اللي عملتها اليوم اخف
أخف وطيبة صحيح وأخف مادياً. وتاني شيء مش ناكل وننسى نروح ما نمشي صحيح نروح نعمل رياضة خلص صحيح ناكل طبيعي على الخشب يعني لا وطيبة يعني هو أطيب شيء بالدنيا الأكل يعني ايه وما بيزعل ما كل شيء بيزعل بهالدنيا إلا الأكل ما بيزعل يا ناس بتصالحوا على الأكل صحيح يلا بلش خلي بعد نتف يا هيدي كمان اوه هالشكل منظر اسم الله بشهر هالشكل خلي تتحمر شوي تسلموا ايديك بتشهر يحبوا التحمير ايه بالنسبة لعجينة الرقاقات البقلاوة شيف كتير بدها شغل ايه بتاخد شغل في مكانات اليوم صحيح واللي ما عندوش مكانات كانوا على الطرق القديمه يعني صعبه بيسووها بالبيت عن الشابه صح بصيروا يمدوا يحطوا نشا ويمدوها ويمدوها من الشابه طويله رفيعه بس بتاخذ كثير شغل مزبط. بالفعل وبناخذ اتصال الو 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 بونجور مرحبا شيف انطوان مرحبتين يا اهلا وسهلا كيفك انا امبارح حكيتك بخصوص معمول المد بتمر وقالب الجاتو جابيل لي اياه ولادي قياس كبير قياسه 31 سم قلت لي كبير كثير قلنا لك كبير كثير وما شرحنا لك اياه لا ما شرحتهم امبارح شيف انطوان ما شرحت ما عمل لك انا عم اقول قلت لك كبير وما شرحت لك اياه ايه عمول معروف بنترك على التلفزيون بسكر الأباري يلا تكرمي أول شيء بالنسبة لقلبي هالجاتو البيتي يلي قطره 31 سنتي يعني بيكون قياسه كبير هيدا تقريبا لعشرين شخص بدنا لقله 8 بيضات بده 8 بيضات بيتكسروا كل 2 لوحده بنحطوا بالوعي وعي غميق نرجع بدنا لقله كباية وثلاث ارباع سكر سكر الشاي ونحطهم شوي شوي وبنخفوا واللي بيحبوا حلو كبايتين نرجع زيت ثلاث ارباع الكباية زيت نباتي بيكون باودر ثلاث ملاعق صغار وست كبايات ونص طحين ست كبايات بياخد كتير بياخد ايه كبير هو طبعا 31 وكل ما يكبر كل ما بيعلى حجم بيعلى اكثر بينخلطوا كلهم سوا مع بعضهم مع نص كبايه حليب بودره من بعد ما ينخلطوا بنضيف عليهم فانيليا برش حامض ضروري وبنضيف لنا بيكون باودر ثلاث ملاعق صغار نخلط المزيج كله سوا مع بعضه بياخد حوالي الكباية ماي وشوي نعجنهم فيهم بصير عندي عجيني شوي رخوة هي القالب إما بتلبسي ورق أبيض أو زبدي أو تدهني زيت وبتضيف طحين عليه أو طحينة بتنزلي المزيج عليه بالنص وبتتركيه يرتاح حوالي 10 دقايق بعدين بتفوتيه على الفرن فرن درجة حرارته 180 بده 45 دقيقة تكرم عينك وأهلا وسهلا فيك أما معمول المد بالتمر شو صار هون؟ بدهم شوي بدهم إيه. خلص أنا عم تقولي بدهم بس يتحمروا شوي أطيب إيه اليوم بنتغدى على ذوقك إيه شايف من بعدك نحن يلا هودي مش حالون هون اذا بدك حط الزعفران وممنوع نحركهم نحط معهم نقطتين مظاهر فرد ملا يا
نغطيهم. ممكن نفحمهم كمان شوية. كمان يمكن نفحمهم، يعني نفحمهم نبخرهم، فينا نبخرهم تبخير بالفحم، فحمة بدون بخور بس، وفينا مع بخور. واللي بده اياه تبغي بس تفحيم بولع الفحمة بحطها بصحن شيف، هو بشهو بحطها بصحن، بنكب عليها شوية زيت ونحطها دغري ونسكر عليها، هاي بسموها تفحيم. أما يلي بده يعمل تبخير بحط على الفحم بخور، منصفي الزيت أو السمنة منهم، برجع منحط عليهم شوية قطر هن وسخنين، هلا ست سامية بتصفهم بالجاد وتزين لنا اياهم بزهر الليمون. يا هيدا المشحف او بعطيك يا اصغر؟ يلا منيح معك، هيدا اصغر اذا بدك. كل شيء عنا او ملقط، بدك ملقط اريح واريح. هون ممنوع نحرك هلا للزعفران يلي عنده الاصلي او الكركم يلي حطيتهم ست سامية زياح ليشربوا مع الرز ويطلع عندي الرز لونه. هي والست سامية عم تصف الشعيبيات، راح نشوف المقادير عبر شاشة التلفزيون لبنان.
بيات عملناهم قطع صغيرة ناعمين منشان ما ينصحوا كتير. انتبهوا، ما في حلو عربي بلا نصاحة، ما نضحك على بعضنا. قطر وسمنة وقشطة ولو زيت، لو شلناها بتضل تشرب. هلا بدنا نضيف عليها يا زهر الليمون. بيعملش لبس كفوف. ايه يلا حطي بالكف او مثل ما بدك يا. ما منكتر حبة او اثنين، هي منه شبع ما بيعطي ولا طعمة، ولكن منظر حلو وقت بنحطه عليه. هلا زهر البصفير ليصير بهاللون بده اول شيء ينقع 36 ساعة. منقطف زهر البصفير مش من فرد شجرة، من عدة شجرات، منشان ما نشيل الحمل من فرد وحدة. من بعد ما ينقعوا 36 ساعة ويتغير ميتهم 4-5 مرات، نسلقهم على النار 7 دقايق، كب الميات، برجع بنقعهم 3 ساعات وبغير المي 3 مرات، برجع بحط على النار سكر. لنفترض عندي زهر الليمون نص كيلو، بحط نص كيلو سكر وبرجع. بيسلموا دياتك. مرسي شاف. بيشهوا وهالقطر بيتقدم معهم هيك. إذا حدا بحب بيزيد بيزيد. في كتير بحبوا مع قطر، في ناس بيشبعوها قطر. إذا عندي نص كيلو زهر الليمون بحط نص كيلو سكر، بحط معهم صبغة أصلية حمراء وبغلي مع نص كباية ماي أو أقل شوي، وبحط الزهرات وبغليهم مع بعضهم. برجع بالأخير نص ملعقة صغيرة حامض الليمون أو ملعقة كبيرة عصير حامض وبيخلص. شو خلص؟ طفيته. إيه شيف؟ طفيته. طيب إذا طفيته خلص، شو بنعمل مثل غفور بنحب الأكل ناكل كتير ولا ريحتها بتشهي؟ لازم تسكبيلي صحن. ايه تكرم عينك شيف، دنيا عيد أقل منا. تسلمي. إن شاء الله بتنعادوا عليها من السامين. وعليكي. حركي إياه بالأول، هدي هدي سخنة. ضيفي الكزبرة شوي قبل. يلا. اللي معروف. كزبرة منضيفة بالأخير منشان يضل لونها أخضر فقط. كيف ناكل كزبرة نية نحن؟ نفس الشيء، ما بدينا كثير. ومسكبها. بس بدك هي تهدي فيها. شوف يسلموا الإيدين. حبة اللومي أو القرفي لو ضلوا فيها ما بيأثر، نكهة طيبة. ايه تنشيلوا على الأكل. حطي على اللوبيات عليهم. وجايبي زيني 600 معا من البيت خصوصي لهم. كمان شو زيني بزينتي الجزر الخيار كمان شوية كزبرة على الوجه بعد
وهما تكبون الجزر والخيار طيبين كله بيتاكل كله بيتاكل ما في شيء ما نكهه طيبه ست سامية نحن نشكرك الله يخليك بتشكرك شيف على استضافتك هالأكلات الطيبة الله يخليك بوجودك ميرسي كتير كان عنا اليوم البرياني والشعيبيات منقلكم فطر سعيد ينعاد عليكم لجميع الطوايف منقلكم إن شاء الله يكون هالعيد أمل خير للبنان ليطلع من محنته ومن وضعه الاقتصادي يلي مأثر على كتير من الناس والطبقة المتوسطة والفقيرة حلقتنا اليوم انتهت بشكرك شيف ميرسي على الاستضافة منقلكم افطار سعيد ينعاد عليكم وكل عيد فطر وانتو بألف خير منقلكم باي باي.